رح نروح على الاسم الثالث معك دكتور كمال، وهو سهل الزبدان. يا حصلة يا حصلة، كان أخضر وحلو، أحرقوه حرقوه، قصوه يبسوه، باعوه خشب لأهل الزبداني اللي طلعوا على المبدأ. مين كان اللي قص؟ عندي 20 شجرة جوز، عندي 400 شجرة فواكه، أنا إلي قيمة 400 شجرة فواكه من كل الفواكه اللي بتتخيلها، ما في شغلة تخطر على بالك تطلع عنها إلا موجودة، كله راح. البيت ضربوه بالبراميل، المدري شو صادروا، شو عملوا بالزبداني؟ الزبداني كانت جنة، صارت هلا خراب، صحراء. روح شوف شوف صور السهل، صحراء صحراء بس. ظل في عائلات دكتور كمال، ولا بعد اتفاقية المدن الأربعة يعني الزبداني أفرغت بالكامل؟ الزبداني كان عدد سكانها بتذكر المسجلين 23,000، بالصيف توصل للنص مليون وقتها. كان في عدد من الناس المقيمين من إدلب، من الكرد، من البدو، من الكذا، يجوا يشتغلوا يعني ويقعدوا فيها. كان في يعني حوالي 10 15 ألف، من أصل ال 23 أو ال 25 ألف موجود 2000 ألف 2000، نصفها خارج سوريا، والنصف الثاني بأقل من ربعها بالزبداني، والباقي مشرد بالقرى وبالمدن. بإدلب في قسم، فالزبداني منكوبة يعني، راح فيها أكثر من 1500 شهيد، يعني حوالي 10% تقريبا، يعني بين شهيد ومعتقل إلى آخره. الشباب، الجيل اللي بتحكي عليه مواليد 90، اللي كان عمره 20 سنة وقت الثورة، هذا الجيل راح نصه تقريبا، يعني ما صفي إلا كل طويل عمر. شو بدي اقول لك، هاي الزبداني مدمره كلها، الاف البراميل نزلت عليها. اتفاقيه المدن الاربعه كانت أسوأ واقذر اتفاق قامت به المعارضه السوريه للاسف، بسبب انه في مخطوفين قطريين، يعني صار في تشريع شرعني للتغيير الديموغرافي، شرعني للتغيير الديموغرافي كانت، وكتير كان خطير، وللأسف صارت برعاية الأمم المتحدة، وقعت عليها هيئة التفاوض العليا بقيادة رياض حجاز، وكله قبض، قبض مصاري، وهيئة وأحرار الشام قبضوا مصاري هذا النحاس وغيره إلى آخره، فاوض الإيراني مباشرة يعني، وتهجير الناس، شرعنة تهجير الناس من الفوعة ومن كفرية ومن كذا، كمان عيب يعني مخجل هذا الموضوع. فللأسف كان أسوأ اتفاق، وأنا عملت له ملف كامل ومستعد بدي أقدمه لأي محكمة دولية، بدي أقدمه، الملف موجود بدي أقدمه، يعني بيوم ما سأقدمه للمحاكم الدولية لنحاكم ونطلب تعويضات على جريمة حرب حصلت في سوريا بموافقة الأمم المتحدة برعاية تركية بين قطر وبين إيران، اتفقوا على تغيير ديموغرافي بالشعب السوري، وبالتالي نطلب منهم تعويضات كبرى لهالناس هيدي، وبالتالي مجرمين، مجرمين بجريمة حرب. أنا أعطيها كل مواصفاتها القانونية، هي جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي. حضرت ثورة الزبداني دكتور كمال، كنت آه. بالزبداني لما اشتعلت الثورة والمظاهرات أنا كنت بالزبدان؟ بالحبس، وقت طلعت الثورة، وأول ما نزلوا بالمظاهرة الداخلية أهلي، أنا كنت أضرب عن الطعام أنا أضربت عن الطعام يا سيدي الكريم، أضربت ب8 آذار، وبعدها قررنا نرجع لأضراب مفتوح حتى الموت. فنزلوا أهلي على قدام الداخلية يوم 16 الشهر، كان طالعة مظاهرة الأموي، طلعت 15، أهلي نزلوا يوم 16، اعتقلوا 7 من أهلي، يعني ابني، ابن أخي، أختي، بنت أختي، بنت أخي، بن عمي، 7 من عائلتي اعتقلوهم. وبعدها قامت الثورة بدرعا، درعا طبعا طبعا، يعني سمعوا إنه في ناس عم طالب بالمعتقلين، وقامت الثورة بدرعا، قامت ب 18. بعدين أنا قامت الثورة، كان لسه علي شي 7 سنين سجن لازم أكملهم، يعني أكثر من 7 10 تقريبا، يعني كنت قاعد 6 إلا شوي.
ولسه علي 10 المهم 16 سنة محكوم. فوقت قامت الثورة طلع وعفو بنص الصيف تقريبا، عفو شمل جرائم الواقع على الأرض الدولي، بحياته ما طلع على عفو. فعطاني نص مدة، فحكمي كان 12 سنة جنايات عسكرية وثلاث سنين جنايات عسكرية، وقبلها كنت محكوم 3 سنين أمن دولي نايم وأنا وديك مخلص. فطلع نص مدة، يعني بقي علي كان لازم يعني كمل سنة، يعني سنة ونص تقريبا. فاشتغلوا المحامين دمجوا الحكمين العسكري والمدني، فصار باقي لي شي شهرين لأطلع. يعني طلعت بآخر بنص الشهر 11 اكتمال مدة، يعني نمت نص المدة اللي أنا محكومة. طلعت من أمن الدولة، طلعت أول يوم، ثاني يوم، طلعت يوم الأربعاء، يوم الجمعة كنت على رأس المظاهرات بزبدان. إيه ضليت قاعد لشهرين، وبعدها حررنا الزبداني بتتذكر، طلعت على الأردن وقدنا عملية تحرير الزبدان، كانت أول مدينة محررة، وكانت عيادتي هي المجلس المحلي، وعملنا مجلس محلي منتخب، وعملنا مشفى ميداني ومجلس محلي، أول مجلس محلي منتخب كان الزبدان. كان عيادتي يعني بيت أهلي على الجسر جنب الجامع الكبير، فكان هونيك يعني بلشنا أول تجارب ديمقراطية، بعدين أجوا الإسلاميين وخربوا كل شيء. كلمة منك دكتور كمال للساكنين الجدد، للساكنين الجدد للزبدان. إيه ما راح تطولوا، ما راح تطولوا، لو بدي يجي على دبابة إسرائيلية أنا جاي، عرفتوا كيف؟ لا حدا يفكر إنه يقعد ببيوتنا نهائياً. هيدي أرضنا سنموت فيها وندفن فيها، وعلى الأقل سنقاتل حتى نموت. لا حدا يفكر إنه يجي يستوطن محلنا أبدا. سنحرقها ولن نسمح لكم لو بالنووي. نعم. إن شاء الله بنرجع كلياتنا على بيوتنا دكتور كمال عن قريب، ومنزورك بالزبدان وبناكل جوز وفواكه من عندك من المزرعة. ما حصل زراعة الرحم، أسطول أسطول كله، أسطول للأسف إن شاء الله أسطول. خلدون.